شنو رايك مروان؟ هو يعني انه من جهه ايجابي ومن جهه سلبيه، احنا همينا ما ذكرنا الابتزاز الالكتروني بسبب السوشيال ميديا ازداد طبعا احنا بالفتره الاخيره، فنشوف هذا الشيء سلبي انه اكو هواي من الشباب استخدموه بشكل سلبي من خلال انه ابتزوا المقابل، مو فقط الشباب، الشابات ايضا احنا شفنا بالفتره الاخيره حتى الشابات قاموا يبتزون، فهذا اثر بشكل سلبي علينا بالمجتمع، اكو ناس تستخدمه عادل بصوره ايجابيه، اوكي ممكن اتواصل ويا عائلتي بالخارج او ممكن استفاد من عنده، اكو ناس لا تستخدمها بشكل سلبي، فهو انه يعتمد بالدرجه الاولى عليك انت شلون تستخدمين، واكيد احنا بكل مكان وبكل جانب عندنا جانب الايجابي وعندنا جانب السلبي. نعم، يعني اليوم نقدر نقول اي احد يستخدم السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ممكن يتعرض انه للهاكر وانه ياخذون طبعا يعني بالدرجه الاولى ممكن يتعرضون للابتزاز الالكتروني باي وقت باي لحظه، وخاصه انه احنا نشوف الفئه الشابات هسه يتعرضون اكثر شيء لهذا الشيء انه مال ابتزاز الكتروني. ممكن انت باي وقت لازم تكونين محافظه على خصوصيتك قدر الامكان، اوكي صح هي مواقع تابعه لك لكن بالدرجه الاولى لازم تامنيها لانه من ممكن انه يخترقوه باي وقت. صراحه ما اعتقد اكو احد يعني ممكن يامن لهالدرجه، صحيح انه تقولين خلاص يعني لحسابي هو لا الامان انت حتى اذا تامنيها باكثر من ايميل، باسورد، رقم هاتف، كلمه سر صعبه، الا ما يجي احد صار له كم سنه عنده خبره اكثر من عندك في هذا المجال. لا هذا لازم نخلي بالنا انه احنا معرضين لاي شيء انه باي وقت من خلال التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لهذا انه من جانب اشوفه ايجابي من جانب